وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتخصيص 3 سيارات جوائز لجمهور بطولة سموه لقفز الحواجز، والتي ستقام منافساتها يوم السبت القادم بميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة بنادي راشد للفروسية وسباقات الخيل. كما وجه سموه بتخصيص مبلغ 10,000 دينار للفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات سموه، كما أن هناك مكرمات قادمة لسباق سموه للقدرة والذي سيقام يوم 18 مارس الجاري. وتأتي توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في إطار حرص سموه على مواصلة تطوير وازدهار رياضات الفروسية في مملكة البحرين، بما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظ الله ورعاه في دعم هذه الرياضات الأصيلة والمحافظة على إرثها ومكانتها في تاريخ المملكة. وبهذه المناسبة أكد سموه أن تخصيص جوائز للجمهور وجوائز للفرسان يأتي ضمن هذا النهج والحرص المستمر بدعم وتشجيع الملاك والإسطبلات والفرسان المشاركين في بطولات قفز الحواجز، وتقديرا وتحفيزا لهم لمواصلة عطائهم في هذه الرياضة العريقة وتحقيق أفضل وأعلى المراكز والمراتب للمملكة في البطولات والمسابقات الدولية والمشاركة الواسعة التي تتميز بها من مختلف الإسطبلات المحلية وما يحققه الفرسان خلال مشاركاتهم الخارجية. مضيفا سموه أن فرسان مملكة البحرين حققوا خلال الموسم الجاري مستويات متميزة، مشيرا سموه إلى أن فرسان المملكة حققوا أيضا مستويات جيدة في مشاركاتهم الخارجية. هذا وحث سموه جميع الفرسان والفارسات على مواصلة مشوار العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لرياضة قفز الحواجز.